ثمن اليوم. احتفت قناة اليمن اليوم بمسيرة 4 أعوام من الرسالة الإعلامية الوطنية المسؤولة في نقل الواقع والأحداث وعرض قضايا الوطن ورؤى مختلف أطيافه، حيث احتفلت إدارة القناة وموظفوها مع كوكبة من فئات المجتمع ومشاركة من قيادات المؤتمر الشعبي العام، ممثلين في الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام عارف الزوكا والأمين العام المساعد لشؤون المنظمات فائقة السيد، وعضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام محافظ محافظة تعز عبد الجندي، وعضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام الدكتور عادل الشجاع، وغيرهم من شخصيات المجتمع السياسية والأكاديمية والفنية. خلالها جددت قيادة قناة اليمن اليوم في الاحتفال العهد بالالتزام بنهجها الإعلامي وخطها المهني المنحاز للدقة والحقيقة والقريب من نبض الواقع وصوت الشارع، أن تظل رغم كل الصعاب والمعوقات والتحديات الراهنة مصدرا للأخبار والأسبق والأوثق والأصدق، ومنبرا حرا للأفكار والرؤى، وفي خدمة المجتمع وتمتين نسيجه الوطني ومصالح اليمن العليا وأمنه واستقراره وسيادة أراضيه. حوت كل شيء قناة اليمن اليوم منذ انطلاق بثها الأول، وهي تعمل بديناميكية وحلقة متواصلة ومترابطة، بعضها يدعم بعضها الآخر، شاملة وملبية رغبات جماهيرها، سياسية، اجتماعية، دينية، اقتصادية، تحليلية، شبابية، فنية، رياضية، فكانت نقلة نوعية للإعلام المحلي وتوجه جديد ومغاير لما كان معروف في بقية القنوات الفضائية. فجاءت اليمن اليوم لتكسر قاعدة الرتابة وتنطلق إلى فضاء الإبداع والتميز والدقة والوضوح. نعمل في إدارة البرامج على اعتماد معايير معينة أثناء إنتاج أي برنامج، من أهم تلك المعايير التجديد في المضمون والالتزام بالمهنية، ونولي أهمية كبيرة للجانب الفني والتقني بما يخدم في الأخير المشاهد ويلامس هموم الجمهور. حاليا لدينا أكثر من 14 برنامج، وهناك برنامجين جديدين إن شاء الله، الأول هو تفاعلي والآخر يهتم بالجانب الوثائقي التي تحتاج له القناة في هذه الفترة. نحو 10 برامج متنوعة تبثها قناة اليمن اليوم ضمن خطتها البرامجية اليومية، ابتداء ببرنامج موكا كافيه، البرنامج الاجتماعي الجماهيري الشهير الذي شمل الفن والعلم وتناول قضايا الناس وسلط الضوء عليها. ثم وجهة نظر وبرنامج واي نت، البرنامج الوسيط بين منشورات التواصل الاجتماعي والمشاهدين، والبرنامج التحليلي والأول اليمن اليوم، يعقبه برنامج مستجدات الأحداث عن قرب، برامج يومية تحكي خلاصة مجريات الأوضاع السياسية والأمنية والاجتماعية. هذه القناة تتنوع في برامجها، تتنوع في رؤاها، تتنوع في أفكارها، تتنوع في المعدين في المقدمين. هي القناة ربما المحلية الوحيدة التي تجد فيها كل أبناء اليمن موجودون داخل هذه الشاشة في برامجها، في ضيوفها، وأيضا في التنوع الإخباري الموجود في القناة. البرامج تزدان بثرائها المعلوماتي، فما بين الحلقات اليومية تأتي البرامج الأسبوعية والمكملة للصورة الجميلة التي تتحلى بها شاشة اليمن اليوم، ابتداء من وجوه مألوفة وأهل الحكمة وأهل الرياضة وخلاصة أحداث الأسبوع في اليوم السادس، وأخيرا مشاعل، الإضافة الجميلة للقناة. ثروة كبيرة تمتلكها اليمن اليوم كادر وتنوع في البرامج. برامجها حديثة من حيث المهنية ومن حيث الجانب التقني والفني، مناقشتها لقضايا تهم الناس أو تلامس الجمهور، وهو ما جعلها تتصدر في أو تتصدر على قائمة القنوات المحلية. تحل علينا الذكرى الرابعة لانطلاق بث قناة اليمن اليوم بعد مشوار إعلامي كبير خطته في هذه المراحل الحرجة، وهي بصدد إعداد خارطة برامجية جديدة للمرحلة المقبلة لتلافي القصور وتلبية طلبات ورغبات المشاهدين والاقتراب منهم أكثر، حتى تكون عند مستوى الثقة التي عهدها الملايين من المشاهدين في هذه الشاشة الصغيرة.